السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، تحية طيبة أقدمها لكم. أنا المستشار أحمد عبد المهر، وأتقدم لكم بهذه الحلقة عن كيف تبدل دين الإسلام. لقد تبدل دين الإسلام على أيدي الفقهاء والأئمة، وليس على يد أحد سواهم. هم الذين بدلوا دين الله وأحلوا دين إبليس محل دين الله، فأحلوا دين البشر محل دين رب البشر. إزاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث، والخلفاء الراشدين الأربعة لم يكتبوا الحديث، لكن جاء من بعدهم بكثير، وجاء من بعدهم وقدموا الحديث على آيات كتاب الله عز وجل في الحكم، وأخذوا من الحديث الحلال والحرام، رغم أن الحديث النبوي اللي بيسموه سنة، رغم أن السنة غير الحديث، لكن ماشي. رغم أن الحديث النبوي يثاب فاعله، السنة النبوية يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، مش ده التعريف بتاع تفعيل السنة، انه يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن عندنا بقى الفقهاء عملوا منها الحلال والحرام، وانهكوا فعالية كتاب الله عز وجل، وقدموا السنة على القرآن، وقالوا ان السنة تنسخ القرآن. ده مين؟ ده جمهور الفقهاء، عشان حد يفتكر ان انا بتكلم عن فقيه واحد ولا حاجة. ومش كده وبس، ده صنعوا دين موازي لدين الله لا يلتقي معه ابدا، وسموه دين الاسلام. يعني مثلا خد على سبيل المثال، انتوا دايما بتسمعوا عن قتل المرتد، مش كده؟ جابوها منين اذا كان ربنا قال لا اكراه في الدين؟ هتقتل المرتد ليه طالما ربنا بيقول لا اكراه في الدين؟ لان السنه بتتفوق على القران. مثلا على سبيل المثال هم قالوا الرجم، لانه ربنا قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، خلي بالك من كل واحد منهما 100 جلدة. قال له لا، ده بس للي ما اتجوزتش، انما اللي اتجوزت او اللي يترجم. تحس كل حاجة اتبدلت، حتى التقويم، حتى تقويم الهلال في السماء بدلوه في سنة 17 هجرية بدلوه. لذلك تجد التقويم الوحيد اللي تلاقي فيه الحج مرة يجي في الصيف، ومرة يجي في الشتاء، ومرة يجي في الربيع، ومرة يجي في الخريف، ويبقى عندك شهر اسمه ربيع أول ويجي في الصيف، شهر اسمه ربيع ثاني ويجي في الشتاء، وهكذا. بدلنا كل حاجة، مفيش حاجة ما تبدلتش. على قد مين؟ على قد الفقهاء والتخصص والسقيفة بقى، اللي بيسقفوا للمتخصصين وبيسقفوا فقيه بقى. تقول ايه الفقيه اللي بيعظم سبي النساء ووطئهن؟ الفقيه اللي بيعظم البخاري اللي بيقول ان الرسول عليه السلام حاول الانتحار مرارا وتكرارا؟ اللي بيعظم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري ان هو اتسحر، مع انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فسمى ربنا سبحانه وتعالى سمى كل واحد بيقول إن رسول الصحر ظالم، فالبخاري بنص كتاب الله ظالم. يبقى هي دي الكتب اللي عندنا، هو ده المراجع اللي عندنا. وبعدين إحنا بقى مشينا ورا الفقهاء، لا بنقرأ ولا بنكتب. ما هو ما حدش فينا لا بيقرأ القرآن ولا حد فينا بيقرأ البخاري، بس إحنا مؤمنين بالبخاري. مؤمنين البخاري ازاي كده؟ بالميراث، هذا ما الفينا عليه اباءنا. اذا احنا محتاجين نعيد قراءة الاسلام. قلتها لساني وقع منها، لابد من اعادة قراءة الاسلام. هل صحيح نقتل الاسير ونحرقه زي ما عملنا في معاذ الكساسبة؟ الطيار الاردني الجماعة الدواعش حرقوه بالنار، وقالوا ابو بكر عمل كده، وهناك من قال انه علي بن ابي طالب عمل كده. ده
ده الدين بتاعنا اللي احنا بنتبعه. لذلك انت لما هتموت هتشوف عجب، هتشوف العجب وهتعرف ان قد ايه كنت غلطان لانك سلمت رقبتك للناس دي. يعني هل صحيح انه نهب الدور والقصور ده من ضمن مقتضيات الحرب في الاسلام؟ هل صحيح ان انا اهجم على الدول ويبقى اسمها الفتوحات الاسلامية؟ ينفع؟ هل صحيح يعني الاخ الامام مسلم كاتب في كتابه جواز الاغارة، جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام دون تقدم بالاعلام بالاغارة من غير ما اقول لهم، اروح هاجم عليهم كده بالليل اقتلهم وخلاص عشانهم كفار؟ يعني الامام البخاري عنده عنوان ايه؟ الحيلة في النكاح، وقال لك تجوز الحيلة في النكاح، قال كده البخاري، الحيلة في النكاح. قال امال ايه؟ وقال عنده باب برضو في البخاري اسمه يوم يكشف عن ساق، قال ربنا بيكشف عن ساقه لأهل الجنة فيسجد ويعرفوه من ساقه، بيعرفوا ربنا من ساقه. ويقول لك ده انا الجبار وفتدلى، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتدلى، الشعلة في حاجة كده ويتدلى. احنا ديننا محتاج القرآن قوي، محتاج قوي القرآن. وبعدين انا يعني لا اظن انه الأئمة سواء أئمة أهل السنة أو أئمة الفقه المنسوبة هذه الكتب باسمهم أنهم قالوا الكلام ده، لأنه ده ما يقولوش للمخابيل بس. يعني لما تلاقي في الأئمة الأربعة يقولك أنه ليس على الرجل أجر طبيب ولا نفق الدواء لزوجته المريضة، لما تلاقي أنه في مضجعة وداع لجثة الزوجة الميتة، لما تلاقي ان في ارضاع كبير، كل ده في الفقه، في فقه الائمه. لما تلاقي في نكاح للطفله، جمهور الفقهاء قال بنكاح الطفله ولو كانت في المهد يجوز نكاح الطفله، لكن لا يطأها زوجها الا ان تتحمل الوطئ، فاذا كانت سمينه تتحمل الوطئ فلا بأس. هم قالوا كده، هم دول متخصصين، انا بقى مش متخصص، تعرفين ان انا ظابط قبل كده يعني، فهم دول بقى المتخصصين اللي انتم معجبين بيهم وبعدين تسقفوا لهم علشان يقاوموا التصحيح، يقاوموا التنوير، يقاوموا العقول المستنيرة. هو ده اللي بيدرس، ده كان كمان بيدرس قبل انا ما اطلع في التلفزيونات، يقول لك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى كنيسة في الاسلام واذا بنيت هدمت سواء اشرت عليهم ام لا، ولا يفعلون ذلك في بلدة فتحت عنوة كمصر وأصبهان لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة. وعشان كده كانوا بيهدوا الكنائس عندنا في مصر، في اسكندرية وفي القاهرة وفي طنطا يعني. ونقول لهم ده كده انتوا بتكونوا الدواعش، بتكونوا القاعدة، تنظيم القاعدة يعني، بتكونوا تنظيم بوكو حرام، بتكونوا الناس دي كلها ناس مخلصين لمناهجكم، مناهجكم الدراسية مفيش فايدة، وانتوا انتم السبب قاعدين بتشجعوهم. طب واحد كده يقول ان ما عندوش قتل مرتد، ما عندوش قتل تارك الصلاة، تارك الصلاة جحودا يقتل، تارك الصلاة تكاسلا يستتاب 3 أيام فإن لم يتب يقتل حدا. إيه ده؟ وعندهم قتل المثليين وقتل السحرة وقتل تارك الصلاة وقتل الزنديق وقتل شاتم الرسول حتى وإن تاب، كل ده قتل عندنا في الإسلام في الفقه. أمال إيه؟ تقول لي إحنا على دين الإسلام، أنهي إسلام أصلا اللي أنت على دينه ده؟ انت طالما بتشجع الحاجات دي بتبقى جاحد ايات الله اصلا. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك اولم يكفهم ان انزلنا اليك الكتاب يتلى عليهم، انت بتقول لسان حالك اللي بيقول لا ما يكفنيش انا عايز البخاري. طب وجماعة الشيعة اللي هناك دول اللي ما عندهمش بخاري اصلا كفار بقى، لان ما عندهمش بخاري وما بيؤمنوش بالبخاري، الشيعة كلهم كفار. طب ما ليه؟ عشان ما عندهمش بخاري. طب واللي هيسلم ويبقى من كوريا، ولا واحد هيسلم
من أيسلندا ولا من كوبا ولا من ألمانيا، نقول له لازم تسلم بالبخاري، لازم تؤمن بالبخاري ومسلم والكلام ده، يعني يبقى هو يتنقل من دين بيقول الله محبة، يروح رايح على دين بيقول نقتل ونصلخ مش عارف. انا مش عارف هي عقول المسلمين راحت فين. المسلمين، انا بتكلم على الشعب، الشعوب الاسلامية، عقولها راحت فين؟ ما بتقروش القرآن ليه؟ وما بتقروش السنة ليه؟ وتوازن تتدبر. اذا كان ربنا امرك ان تتدبر القرآن، يبقى مش هتتدبر البخاري؟ البخاري بتدوا تصريح للبخاري ينقض 600,000 حديث، يطلع منهم 4,000، 600,000 طلع منهم 4,000. واحنا لو اتكلمنا على حديث واحد بس من اللي جابهم البخاري تقولوا لا منكر سنة، منكر سنة، ايه انتوا عاملين جيش، جيش اسمه جيش ابليس ضد الصواب ولا ايه؟ ضد تصويب هذا الخبل. يبقى اذا لازم، معلش خدوا مني الكلام علشان خاطر يعني نحب بعض شوية ونحاول نصلح ديننا شوية، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المصلحين. حاول تقرأ هنا وتقرأ هنا، تقرأ في القرآن وتقرأ في السنة وتشوف الفرق عشان تعرف مين فيهم الغلط، وتعرف هل السنة بتنسخ القرآن ولا ما بتنسخوش. هل صحيح السنة بتنسخ القرآن؟ هل القرآن بينسخ بعضه بعضا؟ يعني نشوف الفقهاء دول عملوا فينا ايه. مش يمكن انت تيجي تموت تيجي تتحاسب تلاقي كل اللي انت كنت فيه غلط؟ الله، مش يمكن انت تيجي تموت تلاقي ان انت كنت مشرك؟ مش ربنا بيقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون في سورة يوسف؟ مش يمكن انت مشرك؟ لذلك اسأل الله عز وجل ان انتوا تتعاونوا معايا وتتعاونوا مع الازهر، الازهر ده بتاعنا كلنا، وتتعاونوا مع كل المجامع الفقهية انها نحن نعيد قراءة الاسلام، نشوف هل المصحف صحيح بالرسم العثماني ولا بالرسم الرحماني. فكر كده فيها وشوفها هل لها معاني ولا لا. شوف ليه ربنا سبحانه وتعالى كاتب نعمة الله بالتاء المفتوحة ونعمة الله بالتاء المربوطة. ليه كاتب راء ره ألف ياء، راء ألف ياء، وراء رياء همزة ألف؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان غلط كده وما كانوش بياخدوا بالهم، او عشان عثمان بن عفان كان مزاجه كده؟ ما تحاولوا بقى، معلش نبذل شوية مجهود في ديننا لله، لله والله لله. انا قربت اموت خلاص على فكرة، حاسبكم وامشي كده كده، انا حاسبكم وامشي، لان التصحيح مش هيبقى في عهدي خلاص، انا كبرت، انا 75 سنة. لكن نفسي 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 اتبع سنة الرسول. عارفين ايه هي سنة الرسول؟ سنة الرسول ايه؟ عشان الاحسن برضو واحد يفتكر ان انا منكر سنة ولا حاجة. قل هذه سبيلي. ايه سبيلك يا رسول الله؟ قل، بيقول له كده، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. خلي دينك على بصيرة، مش على نقل بالعقل، على بصيرة. بصيرة يبقى عقل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. تعرف احسنه ازاي؟ بالعقل، مش بالنقل بالعقل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالتوفيق. شكرا يا اخوان.